أريد أوصل فكرة للأطفال إنه هذا البيت بيتهم، وهشام الذهبي يمثل أبوهم. باي باي. أي واحد عنده نخوة وعنده كرامة مش هيسيب أهله نايمين في الشارع بالمنظر ده. ما أنت وأحسن من ابني يا ابني. التعايش مع الناس والإحساس في ألمهم هو اللي يخلي الإنسان يبدع. بارك الله في أولادك إن شاء الله. يعني الهدف إنه نحن نحفزهم بواسطة تعليم، عشان التعليم هو أساس نهضة الأمة.